القسطنطينية، فلنعم الأمير أميرها، ولنعم الجيش ذلك الجيش. هذه بشارة نبوية سعى لتحقيقها كثير من الصحابة والتابعين. مدينة استحال على المسلمين فتحها بسبب تحصيناتها القوية. انتظر المسلمون 8 قرون حتى يحققوا هذه البشارة ويفتحوا القسطنطينية، وكانت من الصعوبة لموقعها المتميز الذي جعلها أحصن مدينة عرفها التاريخ. ومن أجل فتحها كان لزاما على المسلمين أن يفتحوا كل مدن الدولة البيزنطينية، وكان أولها 44 للهجرة، وذلك في خلافة معاوية ابن أبي سفيان وصولا لمحمد الفاتح. كل هذه المحاولات لم تنجح. كانت هذه المدينة عبارة عن شبه جزيرة محاطة بالمياه من 3 جهات: بحر مرمرة ومضيق البسفور والقرن الذهبي، ومحاطة بالأسوار العالية من جميع الجهات حتى التي تطل على المياه. وفي الجانب الغربي، وهو الجانب البري الوحيد للمدينة، كان طول السور يصل 7.5 كيلومترا متصلا، ولم يكن مجرد سور كبير، بل كان مكونا من 3 أسوار مرتفعة يفصل كل سور عن الآخر مسافة 10 أمتار. وكان الجانب الشرقي مغلقا بسلاسل ضخمة لمنع الدخول إلى القرن الذهبي. وكانت السفن البيزنطينية تدخل وتحمى به ويرفع بعدها السلاسل وعليه، فكان محاصرة المدينة من هذه الجهة أمرا مستحيلا. وكانت المدينة كلها مؤمنة. فهذه التحصينات والتدابير المحكمة جعلت هذه المدينة أحسن مدينة عرفها التاريخ، وجعلت محاولات فتحها تبوء بالفشل. وبدأ فتحها في عهد محمد الفاتح الذي حكم الدولة العثمانية، وبدأ حكمه بالهدن والمعاهدات مع أعدائه حتى يتفرغ لعدو واحد، وهو القسطنطين الذي نقض عهده مع الدولة العثمانية. واستمر السلطان لمدة 1 سنة يستعد للفتح، فجمع جيشا ضخما وجهز الجيش بأقوى وأحدث الأسلحة مثل البنادق والتي كانت طفرة وقتها، والمدافع والبارود، وأنفق أموالا كثيرة على هذه الأمور. ولم يكتفي بهذا فقط، فقد أحضر مهندسا نجريا وأعطاه ضعف المال الذي طلبه، ذلك من أجل أن يصنع مدفعا ضخما. وفعلا نجح في عملية التصنيع. خرج المدفع السلطاني للنور، وكان المدفع لم يعرفه العالم وقتها،
ووصل مدى القذيفة الواحدة لأكثر من ميل، ونجح السلطان بأن ينشئ أسطولا بحريا من الصفر خلال 4 أشهر فقط، الأمر الذي جعل المؤرخين حينها يعتبرونها معجزة. وكان في أضيق نقطة في مضيق البسفور، وقف ليقطع أي إمدادات يمكن أن تصل للقسطنطينية. قوة البيزنطيين حينها لم تكن لتقارن بقوة المسلمين، ولكن لديهم ميزة المدينة المحصنة، وكان عندهم أسطول صغير يقف في القرن الذهبي قرابة 26 سفينة. وعندما وصلت تجهيزات الفاتح لحاكم المدينة وهو قسطنطين 11، حاول قسطنطين وقتها أن يرشي مجموعة من مستشاري الفاتح لكي يؤثر على قراره، ولكن هذه المحاولات فشلت لأن إصرار الفاتحة كان أكبر من أي شيء. بعدها قام قسطنطين بإغلاق أبواب المدينة واعتقل المسلمين الموجودين فيها، وأرسل إلى الفاتح يقول له أنه سوف يدافع عن المدينة إلى آخر قطرة دم منه، وبدأ الاستعداد للقتال، وشحن المدينة بالمؤن والذخائر. ولم يكتفي بذلك، فأرسل إلى أوروبا ليطلب المدد، وفي الجانب الآخر كان الفاتح أعطى الأوامر بتسوية الطريق من أدرنا للقسطنطينية. وبعدها بدأ الجيش بالتحرك ومعه الأسلحة والذخائر، وطبعا المدفع السلطاني الضخم. أمر الفاتح قائد الجيش الإسلامي وقائد الأسطول بالتحرك، ووصل السلطان للمدينة، وأول شيء فعله أنه نصب خيمته أمام بوابة سانت روماس وصلى ركعتين لله، بعدما قام بتوزيع القادة والجنود، فأعطى الأوامر محمد الفاتح بردم أجزاء من الخنادق، وبدأ بقصف المدينة. وتفاجأ الجميع بقوة وضخامة المدفع العثماني، واستمر القذف لمدة 2 أسبوع. ولكن قوة وسماكة الأسوار وحجمها الكبير لم ينجح القذف من الاختراق، هذا بجانب أن البيزنطيين كانوا يقومون بإصلاحها ويردمون بالليل أي فتحات في السور. مدينة استحال على المسلمين فتحها، واستمر الوضع على ما هو عليه، هؤلاء يضربون وهؤلاء يردمون. وبسبب الضرب الشديد انفجر المدفع العثماني، ومات بجواره مهندس المدفعي. بعدها قرر الفاتح أن ينفذ أول محاولة اقتحام للمدينة، وتحرك المسلمون ناحية الأسوار وبدأوا بالضرب في الحراس، وكان الانتصار للبيزنطيين لأنهم كانوا يضربون من فوق السور بالسهام والنار. وبهذا فشلت محاولة الاقتحام وارتقى فيها 200 شهيد. بعدها وصل عدد من السفراء للسلطان وأخبروه أن المجر نقضت عهدها مع الدولة العثمانية، وأن جيش أوروبا يستعد للاستيلاء عليها وهو مشغول في الحصار. هذه محاولة منهم ليرجعوه عن الاستمرار في حصار المدينة، ولكن محمد الفاتح لم يلف لذلك بالا، ووصلت السفن والمدد للمدينة بالذخائر من أوروبا، وحصلت مواجهة بين السفن الأوروبية والسفن العثمانية،
وأثبتت السفن الأوروبية قدرة كبيرة على المواجهة بسبب كبر حجمها ومدافعها الضخمة ولأن لهم خبرة كبيرة في الأسطول. وكانت الحرب شديدة بين الأسطولين. وأحرقت فيه بعض سفن الدولة العثمانية ونزل محمد الفاتح مع الأسطول بنفسه ولكن اضطر الجيش العثماني للانسحاب ودخلت السفن الأوروبية إلى القرن الذهبي وأغلقت وراءها السلاسل. وراح ضحية هذه المعركة ما يقرب من 10,000 شهيد. ومحمد الفاتح بضرب المدينة طوال الليل لكي لا ينتبه البيزنطيين على الجيش الإسلامي وهو ينقل بالسفن عبر اليابسة. ودخلت السفن الإسلامية داخل القرن الذهبي وأصيب البيزنطيين بالصدمة وخارت عزيمتهم صباحة ذلك اليوم وارتفعت معنويات الجيش الإسلامي. وحوصرت المدينة من جميع الجهات. ومن ثم أعدم قسطنطين أسرى المسلمين وقطع رؤوسهم وألقاها على جيش المسلمين ليهزمهم نفسيا ويكسر عزيمتهم. وأمر محمد بن فاتح بعملية الاقتحام الثانية فكبر الجيش وبدأت المدافع بضرب الأسوار بالقذائف وتحرك الجنود باتجاه الأسوار الغربية. وكان الرد من الجانب البيزنطيني أنهم رموا على المسلمين سهاما ونارا وانتهى اليوم بفوز البيزنطيين على المسلمين. وعملية الاقتحام قد فشلت. بعدها قرر السلطان عدم القيام بأي عملية اقتحام إلا بعد أن يعطي الجنود فترة راحة. ومن ثم أصدر السلطان أوامره بالاقتحام الثالث أيضا هذا اليوم لم يكن لصالح المسلمين. ووصل عدد الشهداء ل7,000 شهيد. وعلى الرغم من الخسائر الشديدة التي حدثت للمسلمين في هذين اليومين إلا أن الجندي المسلم أظهر شجاعة وثباتا عجيبا. فلك أن تتخيل معركة جنودها متأكدون تمام التأكد أن أي محاولة اقتحام للسور سيتم صب الزيت المغلي عليه وسيموت. ومع ذلك
فهم مصرون على أمل أن يقوموا بعمل ثغرة وينجحوا في اقتحامه. فبسبب إيمانهم بالله وتوكلهم عليه ثبتهم الله وربط على قلوبهم، فأخذ السلطان بالبحث عن حلول مبتكرة، فأمر ببناء جسر عائم في القرن الذهبي من جانب القسطنطينية، والغرض منه هو تمرير المدافع بشكل أكبر حتى يزيد الضغط على هذا الجانب. وتضمنت هذه الخطة 3 محاولات اقتحام بالسفن للسلسلة، وفكروا في ذلك بعد أن قلت حماية السلسلة من جانب البيزنطيين، وحاولوا بناء أبراج خشبية عالية، وهو ما جعل المسلمين في نفس مستوى جنود البيزنطيين، ولكن للأسف تم حرقها بالكامل ولم يستطع الجيش اختراق المدينة. فلجأ لحفر خنادق تحت الأرض من مسافة بعيدة جدا وعلى عمق كبير، وحتى لا يعلم الجنود البيزنطيين مكان الأنفاق. فنجح المسلمون في حفر 14 نفقة، ولكن للأسف اكتشف البيزنطيون مكانها بطريقة غريبة من خلال مهندس ألماني فساعدهم في معرفة مكان الأنفاق بدقة، فقاموا بحفر أنفاق مضادة حتى يقابل النفق فيحرقوا من فيه ويلقوا عليهم بالزيت المغلي. وعليه فقد فشلت خطة الأنفاق، ولكن مع هذا فالمسلمون مستمرون ولا يوجد عندهم أي شعور بالهزيمة أو الفشل أو الإحباط. وهذا ما جعل الجميع يشهدون لصعود المسلمين على كسر التحصينات. وأرسل السلطان سفيره إلى قسطنطين، وكانت الرسالة أن ينجو بنفسه ويخضع لشروط الصلح قبل سقوط المدينة، فقد كان لهذه الرسالة أثر كبير، فأحدثت خلافا وترددا بين البيزنطيين داخل المدينة، هل يقبلون أم يرفضون؟ لكن قسطنطين رد السفراء ورفض تسليم المدينة. وبعد هذا الرفض حصل خلاف في رأي قيادات المسلمين، هل نكمل الحصار أم لا؟ لأن هذا الأمر قد طال جدا وسقط شهداء كثيرون. ومن ثم أخذ الفاتح لتنظيم الجيش مرة ثانية حتى ينفذ آخر محاولة لاقتحام المدينة. فاستمر في قصف المدينة، وأعطى راحة إجبارية للفرق التي ستقتحم. وعلى الجانب الإيماني كان الجيش كله صائما تقربا لله، وكان القرآن والتكبير لا يتوقفان في معسكر المسلمين، وهذا ما رفع الروح المعنوية للجنود قبل الاقتحام. وقتها صرف الفاتح مكافآت ضخمة للجنود، ووعدهم أن أغلب غنائم المدينة ستوزع على الجنود، وأن الدولة لن تأخذ منها شيئا. وأخذ البيزنطيون يستعدون للراحة، ولكن الجيش العثماني أخذ بتنفيذ خطته، وعلت التكبيرات في صفوف المسلمين، الله أكبر. ولأول مرة بدأ الضغط على جميع الأسوار في نفس الوقت، وهذا ما جعل البيزنطيين في شتات، فقاموا بتوزيع أنفسهم على جميع الأسوار، فقل الضغط على البوابات، وبدأت أول موجة للاقتحام، واندفع المسلمون إلى الهجوم. وقاتلوا بكل قوة، واستمرت أعمالهم العسكرية، ونفذوا الغرض من الخطة
وهو إنهاك حامية المدينة. بعد ذلك انسحبوا حسب الأوامر. واعتقد البيزنطيون أنهم سيرتاحون، وفجأة بدأت الموجة الثانية من الهجوم، وكانت فرقة الأناضول وهي قوات احترافية بدأت في الاشتباك، وعالت أصوات التكبير مرة أخرى، واشتد الهجوم على أسوار المدينة، وكان هذا الهجوم أشد الهجمات، وظل القتال مستمرا. وبعد ساعتين انسحبوا حسب الخطة، ودخل وقت الفجر وأنهى المسلمون صلاتهم، ودخلت الفرقة الثالثة وهي الانتشارية، أقوى قوات في الجيش العثماني، ومعهم محمد الفاتح. وانطلقت الموجة في الهجوم ومعهم المدافع في دك الحصون. واستمات البيزنطيون في الدفاع عن المدينة، واستمر المسلمون في طلب القتال والشهادة. وأثناء الاقتتال اكتشفت فرقة من الجيش العثماني على فتحة في السور لم يستطع البيزنطيين ردمها، فاستغلوا الفرصة واقتحموا المدينة، ودخلوا في أحد الأبراج، وحدث قتال بينهم وبين الحامية البيزنطينية، واستطاع أحد المقاتلين وقتها برفع راية الإسلام فوق أسوار المدينة، ولما رأى المسلمون ذلك ارتفعت معنوياتهم وقالوا سقطت المدينة بالكامل، وارتفعت التكبيرات، وانطلقوا بكل قوتهم في اتجاه الأسوار. عندما رأى قسطنطين الراية مرفوعة نزل يقاتل بنفسه، وفتحت كل أبواب المدينة، وقتل قسطنطين، ودخل محمد الفاتح على ظهر فرسه الأبيض منتصرا رافعا راية الإسلام وسط المدينة. كان نعم الأمير أميرها، ونعم الجيش ذلك الجيش. هذا ما فعله الفاتحون لإيصال رسالة الإسلام إلينا.